اخيرا اجا. سبعة ونص، سبعة ونص. السلام عليكم، ما شاء الله صباحك بكل خير. ايش فيه الدنيا صبح لسه؟ صباح الخير. تمام، كيفك انت؟ مو علمو اليوم متاخر ثلاث دقائق، خمس دقائق، سبعة ونص، معنا صار 7:35. ماشيين لي اياها يعني. جاهز تحدي اليوم؟ جاهز. عرفت شو التحدي؟ هو مش تحدي، اختبار يعني. اختبار يعني بس من نوع اخر، عشان هيك طالعين من الصبح. اوكي. اختبار صرفية الوقود للشفرلي ايكونوكس. ما في سرعة يعني؟ لا ما في سرعة، لأن مش على السرعة القانونية. 100%. بس شو الفكرة؟ مش حنختبر 100 و200 كيلو. لا. لازم نلف الإمارات السبعة. السبع إمارات. سبع إمارات كلها. يلا. أنت حر من وين تبدأ من وين تنتهي، بس مو مننتهي من وين تبدأ، أنت حر بس ننتهي في نفس المكان. أوكي. قبل غروب الشمس. إن شاء الله. تقدر تسويها. بس نزور المحطة. لازم نوقف على المحطة. أوكي. أنا بفلل وأنت فلل ونحروح على المحطة نفسها. نرجع نلتقي في هذا المكان. إن شاء الله. أوكي. نشوف مين حتكون معه السيارة اقتصادية أكثر. جميل. وحسب دوستك. وحسب الطريق اللي أنت حتختاره. أنا معي المحرك 2000 سي سي أقوى. بس الجير عندي بيختلف عن الجير، على كل حال معلومات حتعرفوها مع بعض، يعني يوم طويل مع بعض، نطلع نتمشى؟ نتمشى. حابب بنزين؟ بسم الله. خذ اغراضك، عصير، معصير، سندويشات، ضبط امورنا طيبة، لا تخاف. درب السلامة. خلاص انا جهزت الامور كلها 100%. اول شيء اتاكدت من ضغط الاطارات من خلال الشاشه، كان في عندي اطار شوي نازل ضغطه، فتاكدت من الاربع اطارات ان امورهم تمام. عبينا السياره فول بترول، وهي ضغط الاطارات كله تمام. خليني السياره معطياني انه راح تمشيني 585 كيلو. خزان البترول تاع السياره سعته 56 لتر، يعني سياره مفروض عمليه بامتياز. خليني اساوي تصفير للتايمر مشان نعرف احنا كم المدة راح نمشي فيها. هاي صفرنا التايمر، واصفر لتريب الاولى ولتريب 2 هيك مشان نقيس 100% للسيارة. ضغط الاطارات تمام، خلاص احنا هيك وضعنا تمام التمام. كريم انا مش عارف صراحة من وين بده يبلش الرحلة تاعته. انا راح اتوجه، راح اطلع من دبي اروح لأبوظبي ان شاء الله، ومن أبوظبي نكمل جولتنا للإمارات السبعة. فأنا مش عارف من أبوظبي منحدد وين نروح بعديها. فالأمور تمام التمام إن شاء الله خير. هي كريم جنبي قاعد بيحكي على الكاميرا. أخذنا شوية ماي، عصير، كذا أشياء يعني مؤونة عشان الطريق الطويل اللي عنا. أنا ضبطت وعيرت ضغط الهواء بالإطارات ل 35 PSI حسب مو مكتوب على باب السيارة عندي من الشركة التوصية، هذا مع نوع الإطارات وحجم الإطارات اللي هم 19 إنش. فللنا بنزين، صفرنا العداد، والآن حنحط تايمر عشان نشوف كم كيلو حنمشي وكم ساعة حنمشي يعني في خلال هذه الرحلة إن شاء الله، باختبار صرفية الوقود بشفرلي إيكونوكس موديل 2019 بفئة البريمير الفول أوبشن بمحرك 4 سلندر 2 لتر توربو. هاي صايب، خلص. شو صايب؟ جاهز؟ درب السلامة يا برو. الله يحفظك. أهم شيء نروح ونرجع بالسلامة نفس اللوكيشن. الفكرة مش تحدي، الفكرة نشوف السيارات كم بيمشوا وهاي الموضوع يعني. لا لا، هو مو تحدي أبدا. خلاص تمام التمام. خلاص مو بنلتقي، نحن مو بنلف الإمارات السبعة، تعمل تشيك عند معلم من معالم هذه الإمارة. تمام؟ درب السلامة برو. يلا نستودعك الله. السلام عليكم. وهاي تايمر ستارت. بدأت الرحلة. اوكي، الان انا استلمت شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه ابو ظبي. الوجهه الاولى راح تكون عندي، حثبت السرعه على 130، هي السرعه القانونيه للشارع. طبعا استخدام مثبت السرعه يا جماعه الخير بيفيد اكثر باستهلاك الوقود. السياره خلاص بتكون مرتاحه، انت رجلك بتكون اذا على البنزين نفسه تضلك تزيد او تقلل، فدائما حتزيد ضوجان المحرك. اما اذا ثبت السرعه خلاص السياره
حتكون ماشية ضمن السرعة القانونية، وبنفس الوقت أنت الـ RPM أو ضغط المحرك وضوجان المحرك بيكون مثبت غالبا، يعني خصوصا إذا الطريق مستقيم، فبيساهم في صرفية وتحسين صرفية الوقود. 130 بسم الله إلى أبو ظبي. متوجهين من دبي لأبو ظبي، هاي الحدود تاعت أبو ظبي. إحنا حاليا بأبو ظبي. كريم أول ما طلعنا اتوجه نفس الطريق اللي أنا كنت ماشي عليه، بس كريم صراحة شكله داعس لأنه مر من زمان من قدامنا. أنا مثبت سرعة، ماشي على سرعة تقريبا 103-110، أنا بحدد من خلال الكروز كنترول. بكل صراحة في ميزة عند كريم أفضل من عندي، إنه أنا نسخة سيارتي لأنه محركها 1.5 تيربو بيجي عليها الجير بوكس 6 سرعات، كريم 2000 سي سي تيربو، ولكن الجير بوكس اللي عند كريم 9 سرعات أوتوماتيكي. فأنا لما أكون ماشي تقريبا هلأ سرعة تقريبا 103، أنا الـ RPM تاعي تقريبا 2100 دورة. شو يعني 2100 دورة؟ هلأ هاي الأمور كثير بتأثر على صرفية البترول لعدة أسباب، لأنه كل ما زاد الـ RPM طلع لفوق بيزيد سحب البترول. هلا بغض النظر التيربو مش مساوي بوست داخل المحرك، اوكي لما تدوس التيربو بسحب بترول، بس كمان كل ما ارتفع الـ RPM بيزيد من استهلاك البترول. فمثلا هلا لما اكون انا ماشي على 2000 RPM يعني المحرك بدور 2000 دورة بالدقيقة، فيعني تخيلوا البساتن كل ما يطلعوا لفوق وينزلوا اكثر، كل ما زادت دورة المحرك بيزيد استهلاك البترول. من افضل النصائح لاستهلاك البترول انه دائما استخدم مثبت السرعه، لانه دواسات البترول حساسين، فانت لما تدوس بتكون رجلك متقلبه على دعسه البترول، فالثروتل انه بيفتح بسكر بيفتح بسكر، فانت بتكون السياره شوي متخربطه. لما انت تثبت السرعه خلص الكترونيا الدعسه وحده، فانت ما بتحس انه الكمبيوتر بتخربط، انه بقول لك انه بدي اياه يسرع ما بده يسرع، بده يسرع ما بده يسرع. فهيك من افضل النصائح. هلا احنا لما عبينا بترول بالمحطه كان العداد تاع السياره بقول لنا انه السياره راح تمشينا 585 كيلو، حاليا عداد السياره بقول لنا انه احنا راح نمشي على الفل 649 كيلو. ليش؟ لانه صار ياخذ قراءتنا كيف احنا مندوس بالسياره، طريقه قيادتي. احنا هلا ماشيين تقريبا بالضبط 68 كيلو بوينت 6، ومعدل استهلاك البترول تاعنا بنمشي بكل لتر 16 كيلو بوينت 6. فإحنا أول ما كنا ماشيين تقريبا 15 كيلو لكل لتر، فالأرقام قاعدة بتتحسن، كمبيوتر السيارة بقرأ أنه إحنا كيف طريقة القيادة تاعتنا، فإحنا أرقامنا كثير تحسنت. بالنسبة لخزان الوقود على مكينة الأربعة سلندر 2.0 بيكون 59 لتر، المفروض مصروفه يكون 7.1 لتر من البترول لكل 100 كيلومتر. وطبعا في مقياس آخر عندك العداد طالع أن السيارة تمشيني 13 كيلو باللتر الواحد. اللي بيساعد الآن عندي بالإيكونوكس اللي معي 2.0 محرك 2.0 بيجي فقط على فئة الفول أوبشن، أن الجير اللي فيها 9 غيارات. أحلى شيء الأبل كار بلاي، أنا شابك تليفوني، نافيجيشن موجود أمامي على الشاشة، المقاس 8 إنش تعمل باللمس. الآن حتى أوصل أبوظبي قدامي ساعة وسبع دقائق، 115 كيلو عشان نوصل، الوقت المتوقع 9:54 دقيقة. طبعاً إحنا متمشى براحتنا، يعني بالآخر أنا مو رايح ريس، بيهمني فقط اختبار صرفية، عرفتوا كيف؟ على سرعة 130 على السرعة القانونية. اوكي خلصنا من ابو ظبي وانا حاليا في طريقي للفجيرة. باقي لي تقريبا 130 كيلو اوصل للفجيرة، وبعدها من الفجيرة اروح لراس الخيمة، ومن راس الخيمة انزل باتجاه ام القوين عجمان شارقة، بعدين اوصل دبي مرة ثانية لنقطة التجمع مع صهيب. انا السيارة كنت امشي مثلا على السرعة القانونية 140-130، انزل اخف شوي يعني نجرب
كيف صار فيها. الى الان انا ما مثلا باقي عندي تمشيني السياره 488 كيلو، وصرت ماشي 300 كيلو، فيعني الامور طيبه الحمد لله رب العالمين. مكيف شغال طول الوقت، مثبت سرعه بستخدم اكيد عشان تثبيت السرعه، بيفيد بتحسين صرفيه الوقود، لان الار بي ام بيكون نوعا ما ثابت، فانت ما بضلك تزيد او تدعس تخفف تدعس تخفف، فبتكون الصرفيه افضل بشكل ملحوظ. طبعا الماكينه اللي على السياره اللي معي الايكونوكس هي الاربعه سلندر 2 لتر توربو. كم حصان يا كريم؟ السياره 252 حصان، والعزم بيكون 352 نيوتن متر. حاليا طالعين من ابو ظبي متوجه للفجيره. كريم مختفي عني لانه شكله مسرع، انا ما بدي اسرع بالمره. هو عنده ميزه الجير بوكس تاع 9 سرعات، عندي ميزه انه جنط سيارتي 18 انش و 19 انش، فيعني كل واحد بيلعب على النقاط الايجابيه. انا صراحه بدي اسوي رقم حلو بانه السياره تمشي مسافه. حاليا انا ماشي تقريبا 199 كيلو، وتقريبا مؤشر البترول نازل شعره صغيره عن الفل، فالامور طيبه ان شاء الله. المفروض السياره بتقول لي انه ضايل بقدر امشي 644 كيلو بالفل. حاليا بطريقي للفجيره. الفجيره على النافيجيشن انا شابك على الابل كار بلاي مع الشاشه اللي حجمها 7 انش، بقول لي النافيجيشن انه ضايل 227 كيلو، يعني تقريبا بدنا ساعتين. اخبركم شويه معلومات ميكانيكيه عن نسخه الايكونوكس الموجوده اللي احنا حاليا بنسوقها. السيارة المعي محركها 1500 سي سي 4 سلندر تيربو، فيها خاصية الاول ويل درايف او دفع امامي. انا فاصل الاول ويل درايف لانه احنا بنساوي انه نمشي مسافة كبيرة بخزان البترول. اذا انا بشغل الاول ويل درايف اللي هو الدفع الكلي للعجلات، استهلاك البترول بيزيد لانه بيصير في مقاومة ارضية اكثر. السيارة بتولد قوة 170 حصان وعزم دوران 275 نيوتن. أرقام تسارع من 0 ل 100 9 ثواني و3 أجزاء. الفكرة الرئيسية من هاي السيارة، هاي مو سيارة أداء رياضي وأكشن وسرعة، هاي سيارة عملية 5 مقاعد فيها مساحات ممتازة، سيارة عائلية بامتياز. فأنت ما لا تبحث عن الهورس باور والتسارعات الجبارة. معدل استهلاك البترول بالسيارة 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر، ولكن احنا ما بدنا ناخذ هاي الارقام الرسمية، بدنا نمشي على العداد شو بعطينا، والمعلومات اللي بعطينا هي كمبيوتر السيارة والمعلومات اللي احنا بنجيبها على ارض الواقع. الارقام اللي بتحكيها الشركة صحيحة، ويعتمد على السائق وطريقة القيادة تاعت السائق. انا ما بسرع، ما بتجاوز سرعة 100-110 لانه ما بدي يزيد ضرب الهواء والمقاومة تاعت الهواء، فأنا بدي أخفف قدر الاستطاعة من استهلاك البترول ضمن المنطق. فإحنا ماشيين وهنا مثبتين السرعة، إن شاء الله أمورنا تمام التمام. في معلومة صغيرة بالنسبة للتايمر تاعي، أنا تقريبا إلي ساعتين بمشي بالسيارة، نسيت أشغل التايمر، فكرت أنه بمحطة البترول شغلته، ولكن اكتشفت أنه لا، تقريبا في تأخير نص ساعة. أتوقع كريم حاليا التايمر عنده ساعتين ونص. الحمد رب العالمين، حاليا مشيت أو قطعت 428 كيلو. أنا حاليا في الفجيرة متوجه لأحد معالم الفجيرة، وبعدين بإذن الله الوجهة إلى رأس الخيمة. حاليا مخلص نص تانك، ماشي 428 كيلو، وباقي عندي تمشيني 382 كيلو، فيعني الموضوع إلى الآن مفروض تمام. كريم انا مش مبين عندي نهائيا، احنا تقريبا ماشيين هلا 325 كيلو، ارقامنا طيبه، بتقول السياره بنمشي 16 كيلو 600 متر بكل لتر بترول. نشوف الارقام الفيول رينج، الخزان الكمبيوتر بقول لي ممكن نمشي اذا بنضل بهاي الطريقه ممكن نمشي 622 كيلو، ان شاء الله تمشي هاي الكميه. التايمر قلنا محركين 3 ساعات وربع ومتأخرين نص ساعة، يعني تقريبا 4 ساعات إلا ربع احنا ماشيين بالسيارة. في كثير ناس بقول لك اطفي المكيف وافتح شبابيك السيارة مشان يتوفر بترول، ولكن في دراسات عديدة بتقول اذا انت ماشي على الخط وهايوي ماشي بسرعة 100-110، اذا بفتح الشباك بصير الهواء يدخل جوا السيارة ويصطدم بالزجاج الخلفي، فبيساوم مقاومة عكسية للسيارة،
تستهلك بترول اكثر من ما انت تشغل مكيف السياره. انا حاليا مثبت السرعه على سرعه 110 اغلب الطريق اللي احنا ماشيينه ماشيين 110. كريم انا متاكد انه ماشي اكثر من 110 وماشي بالسرعه القانونيه الماكس تاع السرعه القانونيه، فاكيد هو راح يكون 120 130 ممكن بحدود ابو ظبي كان ماشي 140، لانه لحد الان انا مش ظاهر امامي نهائيا. فاتوقع انه كريم راح يكون استهلاكه للبترول اكثر منا، هذا توقعي. واحنا خلينا نشوف الفرق بين محرك ال1500 سي سي وال2000 سي سي. هلا في اختلاف، في افضليه لنا باستهلاك البترول، ولكن اذا احنا مندوس كثير راح نسحب بترول اكثر من كريم. فان شاء الله تكون الامور طيبه. عزم الدوران عند كريم اعلى من عزم الدوران الموجود عندنا، فاحنا مشان نتسارع بالسياره لازم ندعس اكثر مقارنه مع كريم. كريم اذا بده يتسارع شوي شوي يعني ما في داعي، طرف الدعسة بتكون السيارة ماشية أمورها تمام. أين أنت يا كريم؟ والرحلة والاختبارات مستمرة لشيفرلي إيكونوكس. أنا حاليا باقي لي تقريبا 49 دقيقة أوصل إلى رأس الخيمة. الحمد لله رب العالمين. أنا حاليا طالع عندي البنزين كمان يمشيني 317 كيلو اوكي، وعندي قطعت الى الان 484 كيلو. ارقام كبيره صراحه على خطوط وتجربه سياره. مثل ما قلت لكم انا الان يمكن حتى نزلت شويه على 90 على طرقات ماشي على السرعه القانونيه، انا بين 90 100 90 100، فخفيت شوي. ولا غير هيك صراحه السياره من ناحيه انظمه المساعده خصوصا موضوع المسار، انتوا عارفين على خط طويل احيانا الواحد ما بيقدر يظل مسيطر بيتين، فانت بس ثبت السيرنج شوي. هي السياره لو انت زحت شوي على الخط ترجعك على طول. شوف نفس الان رجعتني على طول. وصلنا اماره الفجيره. معلومات سريعه عن اماره الفجيره. الفجيره هي الاماره الوحيده من 7 امارات اللي ما عندها حدود وإطلالة على خليج العرب، هي الوحيدة. الآن من الفجيرة خلينا نتوجه إلى رأس الخيمة. بسم الله. الحين نحن داخل رأس الخيمة، حنريح شوي ناخذ بريك بعد ما مشينا تقريبا كم ساعة. أنا مثل ما كنت مشيت براحتي، أول شيء كنت متحمس شوي أدوس بعدين خفيت عادي. الى الان انا ماشي 6 ساعات و51 دقيقه قياده متواصله، بس كنت اوصل عند المكان انزل اسوي لكم هاي الحركه واطلع السياره مره ثانيه. ف ناكلنا لقمتين نتغدى وبعدين نكمل المسير باتجاه ام القوين باذن الله. مستمرين في رحلتنا، احنا بطريقنا حاليا لراس الخيمه. حبيت اخبركم انه احنا قطعنا 500 كيلو والحمد لله البترول لسه فيه فوق النص بشوي، فيعني لو تسوق السيارة صح 100% ممكن تساوي فيها مسافة 1000 كيلو. هاي العداد قدامكم، 502 كيلو، معدل استهلاك البترول 16 كيلو و600 متر لكل لتر. بقول لي الكمبيوتر انه ممكن نمشي 471 كيلو اذا ضلينا منسوق على نفس الطريقه بالقياده. والتايمر تاع الرحله تاعتنا 5 ساعات و39 دقيقه واحنا مخربطين بنص ساعه، يعني لنا 6 ساعات و10 دقائق تقريبا. صراحه الوضع تعب. وصلنا رأس الخيمه الحمد لله بالسلامة. حاليا احنا متوجهين مشان ناخذ صورة وفيديو صغير مع سارية العلم بتاعت الامارات برأس الخيمة. من اهم معالم رأس الخيمة جبل جيس اللي هو يعتبر اعلى قمة في الامارات. اكيد سبق وشفتوا عدد كبير من الحلقات والتجارب بتاعت السيارات سويناها نروح على جبل جيس، يعني معلم مش عادي. الآن متوجهين من إمارة رأس الخيمة إلى أم القوين. الشمس بتنزل، الدنيا عصر، إن شاء الله نلحق نلف اللفة تاعتنا على الإمارات السبعة قبل ما تنزل الشمس. شغلة صعبة شوي بس إن شاء الله بنقدر. حاليا احنا ماشيين 560 كيلو،
معدل استهلاك البترول 16.4 كيلو لكل لتر. والعداد تاع السيارة الكمبيوتر بقول لك انه البترول اللي بالسيارة على معدل او طريقة القيادة اللي انا بمشي عليها بمشيني كمان 400 كيلو، يعني احنا بنحكي برينج تقريبا 950 كيلو. انا بحكي السيارة تمشي اكثر، نشوف لوين رح نوصل وكم كيلو رح نوصل. انا مو عارف بالضبط كم المسافات رح نمشيها. لأم القوين تقريبا نمشي هلأ 30-35 كيلو لنوصل الوجهة تاعتنا. فعلى خير يا رب. الحمد لله رب العالمين، حاليا في أم القوين وطريقي إلى عجمان، وإن شاء الله هانت من عجمان إلى الشارقة بعدين نرجع دبي. وصار لي أسوق يا جماعة الخير 7 ساعات و47 دقيقة. احنا حاليا موجودين في إمارة أم القوين رايحين لعجمان. الشمس بتنزل بسرعة، الغروب سريع جدا. أنا كنت متأمل صراحة نخلص السبع إمارات الجولة تاعتنا قبل ما تنزل الشمس، ولكن شكله راح تنزل الشمس علينا لأنه لسه ضايل عجمان شارقة ونرجع لدبي. مبدئيا السيارة احنا عاملين لحد هاي اللحظة 600 كيلو، معدل استهلاك البترول 16.3 كيلو لكل لتر. وتقريبا الكمبيوتر بقول لي إذا بضلني ماشي بهاي الطريقة راح تمشيني السيارة كمان 331 كيلو. هاي أرقام الكمبيوتر تاع السيارة. التايمر تاعنا من أول ما طلعنا من رحلتنا 7 ساعات و14 دقيقة، وزيدوا عليهم نص ساعة لأني نسيت أشغل التايمر. تعليقي على السيارة من ناحية القوة، بكل صراحة أنا قبل ما نبلش التشالنج تاعنا والاختبار دست فيها. السيارة نسبة تناسب مع قوتها ممتازة جيدة. صراحة أنا جربت السيارة كنت جالس لوحدي، 170 حصان يعتبر رقم منيح، ومحرك 1500 سي سي. السيارة اللي مع كريم أنشط بكثير من هاي النسخة. لشخص بده يعني عنده حمولة بيطلع العيلة، أنا أنصحه ياخذ نسخة 2000 سي سي، ولكن كسيارة عملية 1500 سي سي جدا ممتازة. الحمد لله رب العالمين، وصلنا عجمان وخلصنا، ونحن حاليا في اتجاهنا الى الشارقة. الامور طيبة. الايكونوكس معاي الان تمشيني 160 كيلو. طبعا زحمة شوي في عجمان، كان على دوار الزورة، وجوه عجمان كان في شوية تحويلات، فانا طلعت من طريق ثاني. فيعني عم نجرب الان السيارة داخل الطرق المزدحمة. مشيت الى الان 632 كيلو، والوقت 8 ساعات و21 دقيقة. هذا شامل كل شيء، القيادة يعني ما بيشمل أنا وقت أوقف. ف 8 ساعات و22 دقيقة السيارة شغالة بشكل متواصل. طبعا عجمان قريبة جدا من الشارقة، فنحن 20 كيلو 30 كيلو إن شاء الله أكون واصل. فنتمشى براحتنا، نكمل يومنا مع شفرلي إيكونوكس واختبار اقتصاد البنزين. والآن وصلنا إمارة عجمان. معلومة صدمتني عن الشارقة. الشارقة كإمارة، هذا المكان قبل 6000 سنة كان في ناس عايشين فيه تحت مسمى ساركو. فالموضوع جدا قديم بالشارقة، في ناس يعني من زمان كثير عايشين بهذه المنطقة. الحمد لله رب العالمين، وصلنا الشارقة وخلصنا من الشارقة، والآن راجع لنقطة الانطلاق في دبي في واحة السيليكون. العداد عندي يمشيني 128 كيلو. طبعا قل شوي بالفترة الأخيرة أو بآخر كم ساعة بسبب الزحمة الموجودة في كانت عجمان وفي الشارقة، فتأخرنا شوي في الموضوع هذا. وطبعا عندي أنا قطعت إلى الآن 658 كيلو، تمام. والوقت اللي سقنا فيه يا جماعة الخير 9 ساعات و11 دقيقة. السيارة كانت شغالة، تجربة حلوة. خلينا نلتقي مع صهيب ونشوف كيف كانت تجربة صهيب، نتناقش مع بعض شوي.
حاليا تقريبا احنا على حدود الشارقة، راح ندخل على دبي بعد هذا الجسر. قطعنا 655 كيلو ولسه ماشيين لعند مكان ما بلشنا الفيديو. كمبيوتر السيارة بقول لي إذا بضلني ماشي بهاي الطريقة راح نمشي 247 كيلو. صراحة احنا دعسنا شوي لما شفنا الشمس بتنزل بسرعة، استعجلنا حكينا إذا في فرصة ممكن نخلص التصوير كله تشوفوه بالنهار، بس للأسف يعني التحقنا بالوقت. فالسيارة بتعمل أحسن من هيك بترول، مصروفها أفضل من هيك، وأنا متأكد من هذا الحكي. أنا متأكد إذا شخص بقود السيارة بدون ما يدوس نهائيا على الخطوط بتمشي 1000 كيلو. حاليا دخلنا إمارة دبي. إمارة دبي تعتبر ثاني أكبر إمارة في الإمارات، ما شاء الله اعتماد كبير على الاقتصاد والسياحة، غنية عن تعريف دبي. يا صهيب يا رب توصل، والله انعست. يعني بالله عليك لسه عايش الدور هذا؟ دوس هاي دوس. بترول يا الحبيب بترول. شو اللي بترول يا الحبيب بترول؟ خلاص وصلت، والله العظيم وصلت. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم لك قاعد؟ صراحة مو كثير، ما كملت ساعة. شو الأخبار؟ الحمد لله على السلامة أول شيء. الله يسلمك. أنا طلعت طاير لأبو ظبي، رحت فلوس. اختفيت أنت أول شيء. لا طلعت محطة لأبو ظبي تقريبا 140. من ابو ظبي طلعت في نص طريق الفجيره، حسيت حالي عم دوس. انا وياك نفس الطريق ماشيين. اي طلعت بظبي الفجيره انا. نفس الشيء. طيب فحسيت حالي عم دوس، حكيت يا ولد خليني اخف شوي، ما بدي، انا بدي احاول الخليه كلها خزان واحد. عبيت بترول ولا ما عبيت؟ لا ما عبيت. وحش كفو. وصلت السياره سكتها تقريبا 9 ساعات و40 دقيقه. أوكي. على التايمر. تقريبا نفس الشيء انا وياك. أي كم مشيت؟ 690. حلو. وباقي عندي 100 كيلو، مشيني 100 كيلو لسه السيارة. أوه. انت 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 على السموش اللي ماشي شو؟ لا مو سموش، انا ماشي على السرعة القانونية. اي سرعة قانونية؟ والله انا طلعت انت بالمحطة طلعت قبلي؟ كله مصور. كنت ماشي انت يمكن؟ لا لا لا، من 100-110 كنت ماشي، ما مشيت 140 ولا وصلت ال 140 كلياتها صراحة. كنت ماشي كم 140 بالله عليك؟ 100-110. انت عندك جير 9 سرعات، انا جير 6 سرعات، كنت ماشي 40 دائما 2000 دورة. حلو. يعني كم مشيت بالاخر انت؟ انا مشيت العداد عندي تقريبا 700 كيلو. حلو. وضايل عندي تقريبا 250 كيلو. اوه ما شاء الله. صراحة وصراحة اخطأت بكم مكان، استعجلت شوي. انا اخطأت بكم مكان؟ انا شو احكي؟ اذا هاي السيارة بسوقها مرة ثانية وبطلع فيها بطلع فيها درب، صدقا راح تمشي 1000 كيلو. والله صدقا. شوف خزانها 56 لتر. 59. طول الوقت الكمبيوتر بقول لي انه انت الافرج تاع الممشى تاعك 16 كيلو لكل لتر. حلو. وكنت امشي 16.8 كيلو. حلو. فيعني اذا انت بتحسبها حسب سريعة مبدئية بتمشي 900 كيلو، يعني حسب انت دوساتك واشياءك. بس انا متاكد اذا انا بمشي فيها مره ثانيه ريلاكس بدون ما اقول صحيح. وين كريم وين راح مش عارف. لا لا انا بكل صراحه شفتك ماشي خفيف. تمشي 1000. اوكي انا مشيت اول شيء رحت مستعجل، بعدين قلت لا يا عمي خليني اخفف، اوريدي وصلت الى ساعه قاعد بستناك. بس يعني صراحه ريسبكت، انا حتى مع الدوسه ما توقعت. انا بكل صراحه ما توقعت اني اعبي عجمان ام القو، اعبي بعد ام القوين لا دست. بس ارقام، بس انا طلعت ماشي 140 صهيب. ولا تنسى يعني في اليوم الجو في شويه هواء وكذا مقاومه، وانا ادوس واتسارع كذا واتجاوز. والله بكل صراحة صعب، أنا استمتعت، يعني تجربة جديدة للجمهور. إن شاء الله يكون عجبكم الموضوع. اختبار يعني دائما نحن نقول لكم الصرفية بالكلام، اليوم صارت لنا فرصة قولا وفعلا، قولا وفعلا نختبر صرفية وقود. تقريبا 700 كيلو قطعنا، شيء طيب. أداء السيارات كان صادم، كأربعة سلندر 59 لتر تقطع أكثر من 700 كيلو، ولسه عندي 100 كيلو، أنا 800 كيلو تمشيني السيارة. وإحنا بالأساس هاي السيارة سيارات عملية وليست سيارات أداء رياضي تقول لك، وليست هايبرد، هاي ماكينة بنزين. أكيد أرقام جبارة، أرقام صراحة. حلوة صراحة. فإذا عجبتكم فكرة هذه الحلقة اليوم، اكتبوا لنا مثلا أفكار لسيارات ثانية حابين نجربها، وإذا توفرت عرضنا على الوكيل تتوفر السيارة ناخذها نمشي فيها مسافة طويلة. يعني أنتم مستهونين في المسافة، أخذناها كم يوم نجرب
وبعدين جربنا هذه الرحله طبعا عشر ساعات تقريبا عشر ساعات قياده من الصبح متواصلة. ايه من الصبح طلعنا التقينا تقريبا الساعه 7:30 في اللوكيشن عبر مع بينا بترول واخذنا اغراض ومشينا. فان شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم، تابعونا لكل شيء جديد في عالم السيارات، واذا عندكم اقتراحات دائما تواصل معنا عبر الموقع او عبر الايميل الخاص في عرب جي تي. واكيد احب اشكر الباتريونز الداعمين لعرب جي تي، كل الشكر لكم والاحترام. وتابعونا كل مكان، موجودين معاكم على الانستغرام على السناب شات على الفيسبوك، بكل مكان احنا معاكم ونحو شعارنا الدائم للعالميه باسم العرب مع عرب جي تي. السلام عليكم، في امان الله. شو انا مو رايح اعبي بترول، انا بدي اروح انام، بدي اكمل بكره دربي ان شاء الله، بركني مشيت الف على العجي بس خوفي انقطع على حالي بكرة. لا تصل اكشن، يلا استودعك الله بروح، طفيت السياره، نشوفك على خير. يلا السلام عليكم. بتوفر بترول اكثر مني صاير انت. لا حبيبي بس خلاص يعني تعبت من قاعده السياره طول النهار.